خلينا نروح بقى برضو الأحداث، بما إن إحنا بنتكلم على التربية، إذا كنا إحنا يا كبار لما بتفرج على التلفزيون مع الأحداث الشديدة التأثير فينا، غزة والشهداء والانهيارات والخراب والدمار الشامل اللي إحنا بتفرج عليه، إحنا يا كبار بيجي لنا اكتئاب. أنا أيام كتير ما بعرفش أنام من كتر المشاهد الأطفال وكده. ازاي هنخلي ولادنا يشوفوا الحاجات اللي بتاثر عليهم سلبي دي؟ لان دي تجيب اكتئاب، تجيب توحد، وتجيب حاجات كتير، وتخليه حتى حاسس بعدم الامان. ايه ده العالم بيحصل فيه كده؟ ايه ده انا خاف اموت؟ ايه ده انا خاف يحصل لي زي الطفل اللي انا شايفه؟ خليني يا ابراهيم نطلع مع الدكتوره عائشه حسن، مستشاره استشاري سلوكي وتربوي، هنعرف منها ازاي يعني ولادنا يعدوا الاحداث دي ازاي، او المشاهد دي، او اي حاجه سلبيه تحصل لهم في حياتهم، ازاي التكيف، ازاي يتكيف ويرضى باللي حصل له. زي مثلا كمان ممكن يكون الولد ده فقد امه، فقد ابوه، يعني توفى، فحاسس انه يتيم، فده بالنسبه له حياته كلها رايحه. استاذه عائشه ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي، ازيك؟ عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير. الحمد لله تمام. اهلا بيكي في يحكى انا. ازيك يا دكتوره، اخبارك ايه؟ ربنا يكرمك يا رب، شكرا جزيلا. انا بس حته الـ الاحداث الصعبه، او مثلا لو الطفل والده توفى او والدته، يعني يكون في كارثه في حياته، او شايف مواقف كتير صعبه، ازاي بنخليه يتاقلم ويحس بالرضا؟ طيب ده هيكون على حسب المرحله العمريه اللي هو فيها. يعني احنا بنقول ان تحت 8 سنين الطفل ما بيكونش حاسس بالمشاكل اللي بتحصل معاه بشكل واضح جدا، فاحنا المفروض ان احنا بنحاول ان احنا نشتته عن كل الحاجات اللي حواليه. يعني اي مشاكل حواليه ما نخليهوش قاعد في الوقت اللي الام فيه بتعيط والناس مش احسن حاجه وصحته النفسيه مش تمام، نحاول ان احنا نبعده عن البيئه دي، نبتدي نشتته ان هو يتفرج على حاجات، يلعب، يلون، يرسم. عدى بقى 13 14 سنه خلاص، و15 و16 و20، يعني الفتره دي كلها المرحله هنا بقى بتجي بقى الشغل، لانه بينقص الوعي بتاعه وتدينه، وهو في الاحداث كويس محتاج شرح. فطبعا الاسئله بتاعته اللي ترد عليها بوضوح، لازم يتقال له ايه المشكله بالظبط اللي حصلت والاثار بتاعتها، وان احنا نقدر ان احنا نعديها، ولازم يكون في سبورت. لو حصل ان الشخص ده عدى بعد الفقد بحاجه اسمها قرب ما بعد الصدمه، فلازم ان هو يتم معالجته من خلال تفصيل يقعدوا معاه ويعملوا جلسات علاج نفسي. ما نتجاهلش انه ممكن يأثر على صحته النفسية وصحته العقلية، وممكن يؤدي إلى الاكتئاب. اكتئاب. بشكر جدا الدكتورة عائشة حسن، مستشارة سلوكية وتربوية، شكرا ليك يا فندم كنت معانا.